Let's make every move count out there. We're shipping you out to Doha, Qatar. Extreme conditions have caused a mass evacuation. But reports say Russian troops are moving into seized trucks that got caught in the sand. I have black. Can't be sure what's inside them, but it's important enough to secure the area and prevent the Russian occupation. Expect plenty of resistance. Good hunting. انا نزلك فين؟ انا لا انا معايا الرجل انا معايا الطيارة. خلينا نطلع للسطوح من السطوح من النطة الديوان يلا بينا
بيرنج سو فار. We're pushing the Russians out. We're on schedule. النوس الله هلا النوس ثاني وبرجع لك بس ماسك ميمي ثاني سوي سكواد حمودي تعال على سكواد انس انا بدي اه يلا باش كل زي الفل ونيجي على اي سكواد نروح على اي سكواد اوكي كله بخير الحمد لله تمينا شغالين ده قيلولة معلم ضربت نص الليل اليوم ان شاء الله Check to Bravo. على النوس شو في اخبار شو وينك كنت شو داخل غيبوبة فئت لقيت انا على اساس ما نطلع على القهوة قال لي حتى محمد اسماعيل مرة ثانية والله انا خذ الاشياء مراعاة حبيبي انا بالبيت بي 1 مين هذا جانسيس؟ هون متخبي
اشي لو هاي بموت يا ابو حبيبي يا اهلا يا حمادة من هذا الذي معنا؟ لا يتكلم ولا يعلم ولا يحسن هذا الشيء وين؟ ولكنني أظن أن معه صديق أحد منكم فلذلك أتحدث باللغة العربية بطلاقة أنت أظن أنه محمد أنه صديق عند محمد أجل أجل ولكن لست أعرفه حلو نعم نصدق أو لا تصدق من ورانا من ورانا يعني ليش أنا زعتتني حمودي كبش فدأ قدامك ما بصير هذا التصرف حمودي هذا التصرف ما غير صحيح غير سليم على الايوان هذا السايوان فاضي لوين لا هذا مو ذخيرة يمكن يا شباب هذا قناص مع الجبل من فوق لما نطلع نتسلم معهم على اليمين على اليمين البي البي جوا البي هيا اثنين هون واحد خالص شبه خالص واحد هاي ودع ودع شفتك عم تقدرها عم اراقبك انه سلم بدي اطمن عليك تشوف هاي وديتك ان شاء الله عجبك الاداء هاي دبابه تعال نسوي نقوم بالواجب معاه روح معي صاروخين وانا معي صاروخين ما لحقنا نوصل لك خليني هون هدول بدي اطلع بس اخذ بطاري انس معلش على اسطوح الاف 1 معلش اطلع اخذ بطاري واجيك محلي دبابة اقبلتنا انا دبابة أنا دبابي يا أستاذ أناس كيف في دبابة ما؟ أي جبت واحد فيها زي واحد هنا رجع لك النص